محمود النهارده خلينا منطقيين، واللي قاله امير من شويه انه على الورق على مستوى التشكيله على مستوى السكواد يعني بتاع الهلال فرقه قويه جدا، عندها محترفين عالميين يعني اسماء كبيره تلعب في اوروبا كمان يعني. فالناس قالت الهلال عنده حظوظ، لعب مباراه كويسه مع تشيلسي، مباراه كبيره مع تشيلسي كسبان 6-1، الجزيره الاهلي جاي من خساره قدام بالميراس 2-0، فالحظوظ ممكن على الورق كانت تميل شويه للهلال. النادي الاهلي فاجئنا من اول دقائق في المباراه باداء مدهش، ايه السبب اللي خلى الاهلي النهارده يعمل الاداء الرائع ده؟ ببساطه بيتسو موسيماني. الاهلي عنده مدرب كبير جدا، الاهلي قبل ما يخش البطوله دي كان الكل مستني ان احنا الاهلي هيخسر المباراه الاولانيه مع مونتيري اللي كسبه قبل كده مرتين، ويبدا يلعب على الخامس والسادس في ظل كل الغيابات دي، وما كانش حد مستني حاجه اكبر من كده. موسيماني وصل بان الناس او الجمهور في الشارع متضايق ان الاهلي ما قدرش يكسب بالميراس اللي كانوا شايفينه في المتناول. هم ببساطه بالميراس كان الناس شايفاه في المتناول بسبب بيتسو موسيماني. موسيماني مدرب على اعلى مستوى، ليه اخطائه، ومفيش اي مدرب في العالم مهما كان هو مين ملوش اخطاء، صح، ولكنه في النهايه مدرب قادر ينجح. احنا هنا مش بس بنتكلم يا كريم ان الاهلي قدر يكسب البرونزيه المره الثالثه على التوالي وهو غايب عنه، المره الثالثه في تاريخه والثانيه على التوالي سوري، وهو غايب عنه لعيبه بحجم محمد الشناوي، ايمن اشرف، كان مع مبارك مونتيري، ايمن اشرف، اكرم توفيق، بدر بنون، حمدي فتحي، عمرو السوليه، محمد شريف، بيرسي تاو، دول 8 لعيبه من 11 اساسيين في الاهلي ما كانوش موجودين، صح، في مباراه مونتيري، مع كمان البدله اللي كانوا منتظرين ان هم يغطوا المكان ده اتصابوا زي عمار حمدي، زي حسام حسن، زي حتى احمد كوكا، صح. فالاهلي لقى نفسه محمد مغربي حتى الناشئ اللي نزل اتصاب في نص الماتش، فبالتالي الاهلي مع موسيماني قدر ان هو يحقق في رايي انجاز تاريخي يحسب طبعا في البدايه لبيتسو موسيماني ولكل لعيبه النادي الاهلي، اللعيبه الدوليه اللي وصلت فندق الاهلي قبل اقل من 24 ساعه مربى الميراس ولقوا نفسهم موجودين في الماتش، حتى زي عمرو السوليه كان واضح عليه جدا الاجهاد، حتى ايمن اشرف مع اقطائه والبطاقه الحمراء ولكنه نقدر نعذره فيها. نتكلم هنا الاهلي بيسجل اكبر فوز في تاريخه في كاس العالم للانديه على الهلال 4-0، بيسجل فوزين في نسخه واحده، بيسجل 5 اهداف في نسخه واحده، بيعادل نسخته في 2006، بنتكلم عن 3 و4 لعيبه مختلفه بتسجل النادي الاهلي. ففي رايي ان بيتسو موسيماني هو السبب الاول، مع طبعا كل فرد في لاعب في النادي الاهلي سواء اللعيبه اللي كانت احتياطيه وكان عليها شكوك وعليها انتقادات واثبتت عكس كده او ظهرت بشكل كويس النادي الاهلي وكل لعيب في الاهلي. ففي رايي ان هو انجاز تاريخي جدا يحسب في النهايه في البدايه لبيتسو موسيماني ولكل واحد من لعيبه الاهلي اللي كانوا موجودين.